استاذ هنا صاحب المحل، ازاي حضرتك؟ المحل اسمه عمر بازار عمرو خالد. عمرو خالد، عايزه بقى اسعار حلوه لتمر حنه واللي احلى اسعار، احلى اسعار، يعني الدنيا كلها تيجي والناس كلها تيجي ونديهم احلى اسعار. ربنا يخليك. اللي يجيله اهم حاجه ان شاء الله، اللي يجيله اهم حاجه يقول له انا تبع قناه تمر حنه عشان يديكوا بنفس اسعار الفيديو، عشان انتوا عارفين ان هنا في الحسين محدش يزود عليكم اسعار او حاجه. هنشوف بقى معانا الحاجات الحلوه دي اللي لفت نظري بصراحه حلوه قوي. عايزه اعرف بقى ده بالطقم ولا بالقطعه ولا ايه؟ كله كامل بيبقى براد بالصينيه بتاعته والاستكانه، براد شغل فرساهم وكيداهم وحلاوتهم، دي حاجات دي جديده عليه بقى شغل. هنا بيقول لكم فرساهم وكيداهم وحلاوتهم، اشكال كده حلوه قوي. الطقم ده بيتحط على النار البراد. ده بورسلين، ده بورسلين، بس بصوا عايزه اقول لكم ان هو مميز وشكله حلو قوي، احسن من الساده، وكل ده شغل هاند ميد وبيستعمل على النار برده. بصوا كمان الطقم ده طعمتهم حلو قوي. المج ده ادي غسيل ميه صابون عادي، مفيش اي مشكله، جميل جدا، شغل يدوي. كملي معايا الفيديو للاخر، في حاجات حلوه وهتشوفي حاجات حلوه وهنعرف اسعار كل حاجه دلوقتي. ده عامل كام بقى؟ ده 60 بالجمله. ده 60 جنيه، يعني لو واحده عايزه تيجي تاخد مج كده بالكوستر هيديكوا سعر الجمله القطعه كده ب 60 جنيه عشان خاطر القناه. يعني الكوستر عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي بالمج بتاعه، بصوا حاجه نظيفه جدا وشغل يدوي اهو، والحاجات دي ما بتطلعش في الغسيل، عامل 60 جنيه. تعالوا بقى نشوف الاشكال اللي هي 60 جنيه. لا نشوف شكل المج بالكوسترات الاول اللي ب 60 عشان ما يتلخبطوش. ده هنا عامل كام؟ ده بيعمل 270 البورسلين. ده ب 60 بقى، ده ب 60 جنيه. هنشوف دلوقتي كل حاجه بسعرها. ده كده مج اهو، ينفع للقهوه، ينفع للشاي، حلو جدا، مكتوب عليه ام سعيد، عامل 60 جنيه. اشكال بصراحه حلوه جدا. في كمان ده وفي كمان ده اهو، اي واحد بالكوبايه، اي كوستر بالكوبايه عامل 60 جنيه. الله ده جميل قوي. ده ب 60 جنيه، حلو جدا، وينفع برده تقديمات للقهوه، ينفع تحطيه ديكور كده في المطبخ، بصراحه شيك جدا وحاجات مميزه. ده عامل 60 جنيه. الحاجات دي بتتباع اونلاين بتبقى غاليه جدا. ده عامل 80 جنيه. كيداهم مكتوب عليك حلاوتهم وكيداهم، وريه لنا كده وشه. حلو قوي. ده عامل 80 جنيه عشان اكبر شويه، اما بتاع القهوه ده 60، بس بصراحه ده رقيق وشيك قوي. في برضو هنا عنده كوسترات اللي هي 60 جنيه اهي، اشكال بقى، اشكال وكلمات كمان زي ما انت حابه. ورينا الكوستر ده كده، كوستر اللي عليه العين بالكوبايه. في بصوا الكوبايه دي برضو حلوه قوي، شكلها كبير، تنفع للشاي، جميله جدا، تنفع برضو للعصاير، ومكتوب عليها 5 وخميس. عامله كام؟ نفس السعر ب60، ب60 جنيه برضو، ودي حلوه قوي، ده برضو ب60 جنيه. بصوا شكلها، في بقى اشكال كتير اكتر من 100 شكل، انا شايفه عندك اشكال كتيره جدا. كل الاشكال موجوده عنده، كل الاشكال موجوده، وعنده تحف وحاجات حلوه قوي. هقول لكم على اسعار كل حاجه معانا. ده بقى ترمس ولا ده ايه؟ ده ترمس 24 ساعه، مكتوب عليه تعالى اشرب شاي. تعالى اشرب شاي، بس عايزه اقول لكم ان شغل هاند ميد ما بيطلعش في الميه، حاجات ثابته بصراحه شياكه جدا، يعني لو خدتي من كل حاجه كده قطعه هتبقى مميزه معاكي في المطبخ. حلو قوي. بص من جوه عامل ازاي. ده عامل كام بقى الترمس ده؟ ده 350 جمله. ده 350 الماني، يعني بالقطعه زي الجمله. عايزه بالجمله تقدري تاخدي وتبيعي. لو عايزه، لو في الناس اللي عامله مشروع متابعاني، لو عايزه تاخد جمله، عايزه تاخدي بالقطعه، هيدولك ب 350. ده بكام الصغير؟ الصغير 150 جنيه. ده عليه ام كلثوم، حلو قوي، ب 150 درجه الحراره. وروا لنا كده شكله، في بقى منه اشكال، لا من الرسومات، شكله جميل قوي. ده ب 150 وده ب 350، بس ده عايزه اقول لكم ان هو فعلا حلو قوي، احلى من الكاميرا. في كمان منه شكل الخمسه وخميسه ده اهو، شكله حلو قوي، ده برده ب 350 جمله زي قطاعي. في كمان البراد ده لوحده بكام؟ ده الطقم كله بيعمل 400. ده الطقم كله، ده كف عباره عن كف كبير اهو، كوستر فيه كف كبير وست كوبايات مرسوم عليهم ومكتوب عليه بقى كيداهم وفرساهم، جميل جدا. يعني البراد بالكف الكبير ده بالست مجات عامل 400 جنيه، حلو قوي. في عنده برده الكف ده شغل هاند ميد، بصوا الكف ده عامل ازاي. والبراد البورسلين ده برده حلو قوي. ده برده الطقم ده ب 400،
برضه 400. ده برضه 400 جنيه. جميل جدا. وفي برضه الطقم ده حلو قوي. عامل كام الطقم ده؟ ده زيه برضه بتاع الشخشات ب 400. في برضه اهو الطقم ده ب 400 جنيه. بصوا شكله البراد والصينيه خشب. صينيه خشب طبعا. الصينيه خشب كل ده شغل هاند ميد ب 400 جنيه برضه. حلو قوي. في بقى عنده هنا اشكال الكوسترات اللي هي دي ب 80 جنيه كبيره. بصوا في منها اشكال مختلفه. والكوستر الصغير ده بالفنجال ب 60 جنيه اهو. ده بتاع القهوه. حلو قوي. في اشكال كتيره جدا. في من شكل المج بالكف ده حلو قوي. في منه ب 60 وفي منه ب 80. هوريكم اشكاله دلوقتي. يعني بصوا خدوا بالكم معايا كده. يعني هي كلها اسعار موحده. طب والطقم ده برده ب 400 العين. الطقم ده بصوا ده حلو قوي. ده برده ب 400 جنيه. صينيه مدوره والبراد بتاعها عليه عيون بارزه. حلو قوي. والمجات بتاعته عامل 400 جنيه. وده برده اي طقم كده عامل 400 جنيه. الحاجات دي حلوه قوي. لو عروسه بتجهز تبقى عندها حاجات مميزه. وهنا برده اي طقم اهو ب 400 جنيه. اي صينيه بالست مجات بالبراد ب 400. والبراد الكبير الساده ده عامل كام؟ كبير الساده ده 75. ده 75 ده صاج. ده اللي هو الصاج اه بتاع زمان ب 75 جنيه. بس بيظبط الشاي حلو. وفي هنا كمان الطقم ده اهو على ام كلثوم عامل 400 جنيه. قهوه تركي. اه القهوه بتاعتنا المصريه دي القهوه التركي. اه 6 و6 سعره 225 جمله. 225 جمله. في كل الاشكال. في كل الاشكال. الحاجات دي بتبقى نازله على الفيسبوك بتبقى غاليه جدا. بصوا كمان الطقم ده حلو قوي. الله عليه اشكال حلوه. ده برده قهوه عامل كام؟ نفس السعر برضو ب 200 وكام؟ 225. بصوا الفنجال عامل ازاي مكتوب عليه. حلو قوي. سعره حلو. لو عروسه عايزه تجهز حاجات كده مميزه. وريني كمان اللي هو المج العيون ده كده شاي. اه بصوا ده طقم شاي اهو ست برضو كوبايات. وبصوا العيون بارزه بتاعته ازاي وعامله ازاي. بصراحه جميل قوي. سته وست اطباق. عامل كام الطقم ده؟ 225. 225. تعالوا قولوا له انا تبع تمر حنه هيديكوا بنفس الاسعار. لاني انا دخلت كده عليه كزبونه قال لي اغلى من كده. فانتوا لو جيتوا قلت له تبع القناه هيديكوا نفس الاسعار. الله ده حلو قوي. تعالى اشرب شاي. ده بقى بكام؟ سعر كويس جدا. اه اللي عاوزه تجهز ولا اي حاجه اسعار رخيصه قوي. 225 برضه. 225. بصوا ورونا تاني مكتوب تعالى اشرب شاي. بس الاشكال حكايه. ده حلو قوي. ده بيبقى نازل على الاونلاين غالي جدا. هنا موجوده اهو في الحسين. هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت. وهسيب لكم رقم التليفون عشان اللي عايز يجي مش عارف يقدر يتواصل معي. بصوا دول عاجبيني جدا اهم. شايفين الاشكال الحلوه. في بقى هنا عائله ام كلثوم معانا. عامله كام بقى عائله ام كلثوم؟ الفرقه الكبيره بتعمل 200 جنيه. وفي منها مقاس صغير ب 150. الفرقه الكبيره ب 200 جنيه والفرقه الصغيره ب 150 اهي. اه دي ام كلثوم بقى والصنباطي والقصبجي والناس دي. بصوا حاجات حلوه قوي زي ما انت عايزه بقى. هنا الحاجات الحلوه دي في ناس بتحبها. طب والكوسترات اللي هي الصغيره دي عامله كام؟ الواحده ب 15. فيها كام واحده؟ هي واحده كده الكوستر ب 15 جنيه. في اللي هي الحاجات دي بقى الواحده بتبقى في بقى عليه شرهان. اه حلو قوي الكوستر الكبير ده. حاجات رمضانيات برده. ده برده كوستر اهو. في برده هنا بتجيب كوسترات لرمضان. اه في برده هنا بيجيب حاجات هنبقى نيجي نصورها في رمضان. حلو قوي. ده بكام بقى؟ 15. ده ب 15. يعني الكبير زي الصغير. كبير زي الصغير. اي كوستر عنده هنا ب 15 جنيه. الكبير زي الصغير. في اشكال كتيره جدا. كايداهم تحطي عليها كوبايه الشاي. تحطي عليها كوبايه الشاي تعمليها كديكور. تنوره. كايداهم وفرساهم. حلوين قوي. اه. في بقى اشكال وكلمات. اه اشكال كتير وكلمات كتير. في برده عنده محمد صلاح ده كديكور عامل كام؟ محمد صلاح ب 170. ب 170. هو ده زي جبس. لا ده حجر. زي حجر, حجر كده. اه مش جبس خالص. هنا برضو عائله ام كلثوم اهي. ام 150 الصغيره والكبيره ب 200. طب هنا بقى السبرتايه اسعارها ايه؟ طقم السبرتايه بيبقى عامل 300. اه طقم كامل بكوباياته بالكنكه كده. بصوا المكان البازار بتاعه اهو حلو قوي. المحل بسم الله ما شاء الله يعني مليان حاجات وديكورات كده وصواني وحاجات جميله جدا. بصوا بقى الطقم الشياكه ده جميل قوي. ده بيبقى كوبايتين والسكريه كله نحاس مش كده؟ كله نحاس. كله نحاس. اه ده كده طقم كامل عامل كام؟ 300 طقم كامل. 300 طقم كامل. يعني صينيه بالكوبايتين بالسكريه بالسبرتايه بالكنكه بكام؟ السكر كمان بكام؟ 300. ب 300 وهيحط لكم السكر هديه. جميل جدا.
بصوا كمان طقم ده، الطقم ده عامل كام بقى اللي هو بتاع الليله الكبيره؟ ده البورسلين بيعمل 300 جنيه. ده البورسلين هو تركي. البورسلين بصوا عليه اشكال الليله الكبيره حلوه قوي، 6 فناجيل و6 اطباق ب 300، اما الازاز ب 225. الله ينور عليك. عشان اللي يجي تبع القناه هو ده كان بيقول لي ب 350 بس قال لي اللي هيجي من تبعك هتقول ب 300. حلو قوي. بصوا بقى الفناجيل الجميله دي، بصوا بقى بكام بقى الطقم القهوه بتاع ام كلثوم ده؟ ب 150. ده ب 150 6 اشكال ام كلثوم فناجيل كده حلوه قوي. بصوا في منها كمان الشكل ده، وفي منها الشكل ده، وفي كمان كوسترات حلوه اهي، حاجات مختلفه وجميله قوي. حط عليها الشاي كوبايه تقديمات بتاعت المكسرات. بكام بقى دي؟ ده الواحد بكام؟ ده الواحد ب50. ده الواحد ب50 جنيه، هو خشب شغل يدوي، ده ازاز. هنا برضو عنده صينيه للمكسرات حلوه قوي، عامله كام بتاعت المكسرات؟ ب250. على فكره ده خشب تقيل، خشب تقيل ومغلف بالازاز من جوه. عايزه بالواحده، الواحده ب50 جنيه تقدري تعمليها للمكسرات. ثواني فرداني. حلو قوي. بصوا بقى البرادات اللي عنده، اي واحد عامل كام بقى فرداني براد؟ ب150 اي واحد من ده. وفي الساده من اول 75 جنيه. عمرو عايزين حاجه؟ في كمان هنا عنده شمعدانات والسبرتات، السبرتايه اهي كلها. السبرتايه لوحدها بكام؟ السبرتايه لوحدها لو عايزه بالواحده نحاس اصلي بيقول لكم ب 120 جنيه اهو. وده البراد عنده بصراحه حاجات حلوه قوي. طب وهنا بقى الطقم ده عامل كام؟ في هنا في زغلول اهو، كوبايات شكل زغلول، باكيزه وزغلول جميله جدا، عامله كام بقى؟ وسخينه وحسب الله. الله، يعني عنده حاجات كده بصراحه اثريه وحاجات جميله قوي. الطقم من ده بكام؟ الطقم ده بكام؟ السته ب 225. السته ب 225 معاه فناجيل؟ معاه فناجيل؟ يعني ست كل مجات ينفع للشاي والقهوه، معاه طباق اهو، 6 كوبايات و6 فناجيل و6 قصدي اطباق ب 225 الازاز، اما البورسلين ب 300 جنيه. عنده بقى اشكال زي ما انت عايزه. بص كمان الطقم البورسلين ده، الطقم ده برده ب 300 اللي هو ده؟ لا ده ب 220. ده ب 220 بورسلين برده للقهوه. فيروز وعبد الحليم. في ام كلثوم وفيروز وعبد الحليم قهوه تركي. بصوا كمان الطقم ده جميل قوي. ده بكام بقى؟ 150. ده ب 150. ده عباره عن بوله ازاز وده كوستر كده بس شكله حلو. بصوا كوستر كمان ليه رجول، الاثنين مع بعض عاملين 150 جنيه. دي كده حاجات مميزه تقدري تحطيها في مطبخك، تحطيها في النيش، هتبقي كده عروسه مختلفه يعني لو عايزه تجهزي. عنده كمان هنا الكنكه الصاج دي جميله جدا اهي. الكنكه دي قلت لي كام؟ الكنكه دي عامله كام الصاج؟ لا دي تعمل 70 جنيه شغل. دي تعمل 70 جنيه. بصوا الجمال، دي صاج في ستلس، يعني دي بتتحط على النار صاج في ستلس، عامله 70 جنيه اهي، شغل يدوي وجميله قوي، مكتوب عليها فكروني جميله. في برضو المجات دي عامله كام؟ المجات الكبيره البورسلين دي المج ب 60 جنيه حلو قوي. والبراد، البراد الكبير ده، البراد لوحده ب 120. ده بورسلين، الحاجات دي بورسلين؟ الحاجات دي بورسلين. طب ممكن توريني ده؟ بصوا ده بقى عاجبني جدا برضو، حلو قوي. ده عامل كام بقى؟ ده لوحده بيعمل 125 بالطبق، بالمج، المج بالطبق ب 125 جنيه بس بصراحه شيك قوي. وقلت لي ده بكام؟ نسيت. 125. ده بيتحط على النار برضو؟ بيتحط على النار. بصوا ده برضو البراد ده الكبير بيتحط على النار وينفع كديكور. عنده بقى كل حاجه. والشمعدان هنا اخباره ايه؟ الشمعدان ده، ده 150. ده ب 150 ثلاث عيون، بيتحط على السفره، على الكونسول، على اي حاجه زي ما انت حابه، على الترابيزات. هنا بقى معانا الكوسترات الحلوه دي، بصوا تحفه. ده كده عامل 60 جنيه، اي شكل من اللي انت هتشوفيه دلوقتي كده عامل 60 جنيه. بصوا الجمال، اشكال بقى كتيره قوي اهو. في بقى هنا ام كلثوم، في شكل العين، في الشكل ده تعالى اشرب شاي، في هنا كمان شكل الليله الكبيره اهو. اشكال مميزه وجميله جدا. في كمان الاشكال دي بس ده جميل قوي. في كمان هنا الشكل ده الكبير ب 80 اللي هو بتاع الشاي ب 80. في كمان الاشكال اللي جوه دي، ده الكبير ده كده عامل 80 جنيه اهو. اشكال حلوه قوي وحاجات مميزه وجميله. في كمان ده عامل كام؟ ما شفناهوش بره. ده عامل كام الطبق بالمج ده؟ 150. ده المج بتاعه ليه غطا اهو،
بالطبق كبير مش صغير ومرسوم عليه عامل 150 جنيه بس حجمه حلو قوي وشكله كبير عامل 150 جنيه يعني هنا من اول 60 جنيه القطعه حلوه قوي لو جبتيها اونلاين هتجيبيها اغلى من كده بصوا بقى الجمال بس لما تيجي تقولي له انا تبع تمر حنة عشان تاخدي بنفس اسعار الفيديو عشان انتوا عارفين هنا الحسين طب وهنا المج الفرداني بكام اي مج فرداني المج الفرداني 50 المج الازاز الفرداني عامل 50 جنيه عليه بقى اشكال الممثلين واشكال الليله الكبيره وفي ريا وسكينه وفي ام كلثوم وفي كمان عليه كف واللي هي المجات دول بقى بالسته ولا ايه دي القهوه ايوه القهوه العربي فنجيل القهوه العربي بصوا ب 150 السته ب 150 اشكال جميله جدا اهي والمجات اللي هي فوق البورسلين اللي عليها اشكال ب 75 جمله ب 75 القطعه ب 75 ربنا يخلي ب 75 اي مج بس بصراحه الحاجات حلوه قوي بصوا الجمال اي مج بورسلين عامل 75 والست فناجيل زي ما قلنا البورسلين ب 300 والازاز ب 225 بالاطباق بتاعته اهي الاقمه اهي بصوا حاجات بصراحه حلوه قوي وجميله ومميزه في بقى هنا كل حاجه بصوا الميداليه دي حلوه قوي حلوه جدا بكام الميداليه دي لو سمحت ميداليه على شكل بكام 25 ب 25 بس حلوه قوي وفي كمان على شكل طبله اهي برضو حلوه جدا عنده كل حاجه بقى عنده هنا الكوبايه بالكوستر هنا برضو ب 60 جنيه وب 80 جنيه برضو دي اشكالها اهي وهنا الطقمه ب 400 جنيه على بعضه بالصينيه برضو دي الطقمه ب 400 والبراد الاستانلس ده عامل كام البراد الاستانلس ده بص البراد ده حلو قوي ده بكام 250 على النار برضو على النار برضو تقدري تستعمليه جوه مصفى من جوه مصفى اهو ايوه اه حلو قوي ب 250 ان شاء الله وده الكوسترات دي عامله كام العلبه ده ب 200 ده ب 200 دي فيه ستة خشب ارابيسك بصوا الخشب عامل ازاي ستة ب 200 جنيه في بقى هنا انواع كتيرة جدا وعلب للمصاحف وعلب للذهب والاكسسوارات كل حاجة موجودة بصوا المحل مليان حاجات حلوة قوي بس انا عشان مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده حبيت اصور لكم كل حاجة في المكان وهنا الترمس سعر جملة 350 جنيه دي اشكاله اهي اي واحد عامل 350 جنيه اهو حاجات حلوه قوي بصراحه هنا بقى بدله ال بدله اللي هي الرقص والحاجات دي بكام برضه في اطفالي وفي العرايس بكام بقى الاطفالي والعرايس الاطفالي مثلا بتبقى ب 50 وب 75 وب 100 الاطفالي بتبقى ب 50 وب 75 وب 100 والعرايس والعرايس بتبدا من 150 وانت طالعه من 150 وانت طالعه حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا من الشغل الجديد ده النهارده هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت وهسيب لكم رقم التليفون للتواصل لو عايزه تيجي مش عارفه تقدري تتصلي عليهم وهم هيوصفوا لك ويعني هتقدري تيجي على طول والدنيا ما تتوهش وده الكارت اهو هسيب لك برده العنوان ورقم التليفون في اول تعليق مثبت خدي بس سكرين شوت عشان تعرفي كل حاجه بالتفصيل هتلاقيها مكتوبه في الكارت جنب عطور وردة هنا قبليه عطور وردة اهو محل عطور وردة اهو وهو جنبيه على طول على ايدك اليمين كده وقبليك بقى مكنة صرافة وقبليه مكنة صرافة عشان تعرفوه يعني قبليه مكنة صرافة وقبليه محل عطور وردة على طول اهو المحل فيه حاجات حلوة اهو تنسيش بقى اللايك والاشتراك ويا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم وما تنسوش تقولوله احنا تبع تمر حنة مع السلامة